نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول تقريرا لرويترز نقل عن مصادر تركيا قولها انها تعتقد ان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية. وفي هذا الاطار فتح القنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي القنصلية لرويترز يوم السبت لاثبات ان خاشقجي ليس هناك وقال ان الحديث عن احتجازه لا اساس له. طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالابقاء على تعيين وزيري الدفاع والداخليه وجميع المناصب الامنيه الحساسه بيد رئيس الوزراء حصرا، واشار الصدر الى انه لا يحق لاي كتله ان تقدم مرشحيها لهذا المنصب وان لا تكون هبه للاحزاب السياسيه او عرضه للمحاصصه، مؤكدا على وجوب ان تسند للمستقلين اصحاب الكفاءه. أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن فلسطينياً أطلق النار فأصاب ثلاثة إسرائيليين بينهم اثنان في حالة خطيرة الأحد في هجوم بمنطقة صناعية مجاورة لمستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت التقارير أن الفلسطيني وهو أحد سكان مدينة قلقيلية في الضفة الغربية يعمل في مصنع شهد واقعة إطلاق النار. غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طوكيو الأحد متوجهاً إلى بيونغيانغ حيث سيجري محادثات مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون بهدف تسريع عملية نزع السلاح النووي وتنظيم قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.